إزاي؟ كورس متكامل عن الصحة النفسية ومهارات التعلم. ولادك مدوخينك في حفظ المعلومات والدروس، بتراجعوا كويس قوي ليلة الامتحان ويرجعوا يحبطوكي ويصدموكي ويقولولك نسينا. 3 حلقات شاملة هنتعرف فيها على الخرائط الذهنية. يا ترى تعرفي إزاي مخهم بيخزن المعلومات؟ إزاي ننمي مهارات التذكر ونعرف نسترجع المعلومات؟ يقيم نفسك، يبقى عندي تقييم ذاتي، أنا بقيت فين وكنت فين؟ أنواع الضغوط اللي بنتعرض لها وإزاي نتغلب عليها؟ ويواجهوا التحديات وينجحوا في حياتهم من غير ما ينكسروا. كل تحدي هو فرصة جديدة للتعلم. كل ده هنعرفه مع بعض في برنامج إزاي؟ معاكم مهجة قناوي، مدرب معتمد في الخرائط الذهنية وعلم النفس التربوي. في إزاي؟ من الأحد إلى الخميس الساعة 9:30 مساءً على مدرستنا 2. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.